السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نشارك معكم اشنو شريت من الامازون. كما كتشوفوا هاد الكرتونه هادي راها جاتني من الامازون، ها هو السهم ديال الامازون. وبغيت نشارك معكم هاد المشتريات اللي شريت، وبغيت نوريكم حتى كيفاش تشريو من الامازون طريقه سهله وبسيطه، وتخلصي غير في الويسترن يونيون وتوصلي الحاجه ديالك حتى للدار. هاد الشركه ديال امازون ماشي انا غندير لها اشهار ولا شي حاجه، غير حيت عجبتني الخدمه ديالهم وتوصلت بهاد داكشي اللي اورديت عندهم وتوصلت به باسرع وقت. داكشي علاش قلت نشاركو مع المتابعين ديالنا. دابا غادي نبداو غنوريكم اش مشريت. اول حاجه شريت من عندهم وخلصت في الويسترن يونيون كما كتشوفوا، هذه هي الريجيبوطه. ودابا غنهبط لكم الكاميرا. اللي شريت من الامازون هو هذا، راكم كيبان لكم. شريت طابليت، الطابليت بيشي راه رائع، يلا خير جديد، وعنده ديك جديده ديك المواريعه ما تتعمرش. وهو هذا كما كيبان لكم، هذه الكريطينه ديالو، هذا الصار ديالو. والحاجه اللي زوينه هي عنده حتى الغطايه ديالو، الغطايه ديال الطابليت هي هذه باش ما يجيكش زعما كيفاش تبقاي تدوري بيه ولا يتملص ولا يطيح ولا شي حاجه. والطابليت ديالنا هو هذا، الطابليت ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، راه طيب وفيه جوده. السميه ديالو راه هي هذه اللي كتبان لكم هنا، فيه الكارانتيه، فيه كل شيء، فيه واحد دكتور ما لقيت من هذاك الكتيبات باش تقراي شنو اللي تحتاجي فيه، اي حاجه كتخص هاد الطابليت هذا كاينه هنا هاد الكريطينه هادي. وكما شفتوا راه مصارجي، غير كتشعلي شوفوا اللي دات تصوروا فيه، غير كتشعلي كتلقاي هو اصلا كتلقايه مصارجي، وكتلقاي فيه كلشي مريقل عليه، مريقلينو كلشي. زعما هاد حاجه باش عجباتني الامازون، ماشي غتشري وعاد تقلبي لي من شكون يدير لي الجورناطه مينتو باش الجورناطه، خاصك ثاني واحد اخر تخلصيه باش ديري لي الجورناطه. هذا غير جيبيه للدار وخدمي بصحتك وبراحتك. زعما عجبني وحبيت نشاركو معاكم، حيت هادشي اللي هاد الامازون هذا ماشي زعما غير جاو الناس وكياخذوا منه وكيشريو منه، حيت هو كما قلت لكم عنده حاجات زوينين وبروفيسيونال. وشوفوا حتى هاد الكريطينه هذه شحال زوينه، تلصقي هنا على الشكل وكيجي بحال هكا. الا بغيتي تسديه كتسديه غاديه خارجه ولا غداك تدزيه معاك بحال هكا ما كيطيحش. اما الا ما كانت عنده هاد الغطايه هادي راه كيتملص كيطيح. دابا بحال هاد الشكل هذا زوينين بحال هكا، قلت لكم تهزيه في يدك، انا عجبني. وملي تبغي توقفي ما تخدمي تديري لي غير هكا التشكيله هادي بحال هكا كيوقف ما كيطيحش هلك. حنا راه ما درنا ليه حتى شي حاجه، جا بحال هكا هو خدام، غير كتبركي على البوطره كتلقاي خدام. فهم الصارج مسرجينو وين في الحقيقه، وكتحطيه هكا يبقى واقف بهذا. بالنسبه للثمن ديالو بشحال شريناه،
شحال خلصنا ليه في الويستر يونيون، واش امتى خلصنا، وشحال ديال الوقت باش وصلنا. هو بالاصل كيوصل غير 3 ايام، 3 ايام ولا 4 ايام يوصل لك الدار. هذه اللي ما خلصتيش خلاص عليهم، حيت انا ما خلصتوش خلاص عليهم، داخل في الخلاص ديال الطابلي. خلص لي 119 اورو اللي خلص لي، بحال ديك 19 اورو ديال هاد الغطايه و100 اورو ديال الطابليت. وبالنسبه فين خلص، خلص في الويستر، كتمشي للويستر وكتخلصي تحطي الفلوس ديالك، كتقولي لي غير فين غيمشي، غتقولي لي اشنو في التيكاد اصلا كتعمري وكتقولي انا بغيت وبغيت، ولكن ملي كتوصلي للويستر كتقولي ليهم، ملي كتوصلي للويستر كتقولي ليهم اصلا اشنو شري، اشنو اللي باغا تشري، وغادي تخلصي عادي. وبالنسبه ل ما كنت باغا نقول لكم الغارانتي راه كاينه فيه. وبالنسبه للوقت، الا بغيتي يوصل لك 24 ساعه كتخلصي 5 اورو كتزيديها، والا بغيتي ما تخلصيش طريق وما تخلصيش بيادي زعما ديالهم باش غادي يجيبوك للدار، كيوصلوا لك 3 ايام 4 ايام. والا بغيتي يوصلك الغد زعما درتي مع 9 ديال الصباح وبغيتي الغد مع 9 ديال الصباح يكون عندك، تخلصي 60 كويرو حتى هي ماشي بزاف. بالنسبه لنا حنا ما خلصنا لا تشينكوي لا حتى شي حاجه، خليناه حيت حنا ماشي مضطرين عليه. خلصناه وتلاقينا مع السبت والحد، وصل اليوم 2 مع الصباح. هذا هما اللي شاركت معكم بالنسبه للطابليت اللي شريت من الامازون، ونتمنى نكون فدتكم مزيان، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.